بعد الفاصل. كنت هتقولي بعد دقيقتين. بص يا رحيك. بعد دقيقتين. يا رحيك يا شاذلي. عايز ايه؟ كانت عايزه تاخد عايز ايه؟ ده انت لسه كنت من شويه بتقولي لي يا استاذ. معلش سماحه. خلاص. خلاص البرستيج والايمج ضراح. استنوا عشان ما اتعور. اسف سوري. يا جماعه الله اكبر بسم الله ما شاء الله ربنا يحميها رحيك اتعورت. بس مش هنقول اكتر من كده ونرحب بقى بالضيوف. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. نبدا بالكبير الاول. شايف ده؟ براحتك كده الصراحه. بلا دم. عارفه لو انت جرالك ايه؟ عايزين نعدي الحلقه دي عشان ما نروحش الحوارات الدائري والقصه دي ونقفل على نفسنا الموضوع. لا مالكش دعوه بيها دي معايا. ما انا سايبها قاعده جنبي. زعلت زعلت زعلت. لا لا ما زعلتش هي بس التعويره جامده قوي. مش عماله لحد دلوقتي لسه. وريها للكاميرا. وانا خليها قربها. قربها لها والنبي يا استاذ. يا كل ده انت بص بص يا لهوي. يا لهوي. يا خبر ابيض. هي يا جماعه. هي يا جماعه. من ضمن الكارز يعني. هو يا له بس كفايه كده. لا لا ده موقف صعب قوي على الجمهور. لا 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 كفايه خلاص يا رحيك. لا يا جماعه والنبي قول لرحيك الف سلامه. يا جماعه هي بتتكلم كده ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ طيب عرفينا بقى بحضرتك بسرعه عشان انا ورحيك لو اتكلمنا مش هندي فرصه لحد يتكلم. فحاولي انت تبقي اذكى مننا يعني. برجاء برجاء سكت سكت. خلاص بقى خلاص خليني اتكلم ولا مش هتكلم؟ مع حضرتك مهندسة نهاد. انا خريجة فنون جميلة قسم الديكور. تقولي اسمك بسرعة ليه؟ نهاد حسيب. لا مش اسم صعب، اسم سهل انت حافظاه. حسيب. حسيب بالشين. حسيب حسيب. لا حسيب حسيب بالشين. استني بقى استني خليني اقدم ال خلاص يا رحيك. ما تقطعيش. اتفضل. حضرتك انا نسيتي صح؟ لا نسيتني طبعا. رايحين ناسي اي حد اي حاجه. حاجه في البرنامج اللي احنا بننسي اي حد. الحمد لله الحمد لله. حضرتك مهندسه نهاد حسيب خريجه فنون جميله قسم ديكور. خلاص انتوا حبستوني حبستوني ولا لسه في تاني؟ اوكي. انا شغاله في وزاره التربيه والتعليم رئيس قسم تعليم الكتروني. وعندي اكاديميه باليتا في ناديين سيتي كلاب ونادي العبور الرياضي في العبور مدينه العبور. ما شاء الله. انا وهي وطبعا دي ستودنتاتي. أيوة. ودي ستودنتاتي. طيب السوسن بتاعتك دي ريم. ازيك يا ريم؟ الحمد لله. انا ما اعرفش اقول كتير بس كنت عشان ما تفضحناش. الحمد لله. هتعرف ريم. طب اسمها ايه؟ ريم. هتقولي حاجه اضربها بيها؟ انا اصل بصي ريم الاستكشات يا جماعه عشان احنا النهارده عندنا. هي عايزه يا جماعه تاخد الكاميرا من على ريم بس انا مش هسمح لها. يلا يا ريم معاكي الكاميرا. قول. هرفعها بنفسك يا ريم. هي ما لهاش دعوه. انا ريم احمد. لا ده صوتك ده احنا لما بكون بالرب فار بنتكلم معاك. وعندي 20 سنه. انت عندك كام سنه؟ انت مالك؟ رحيق. عندك 12 سنه. رحيق مفيش اعلاميه محترمه بتاكل مانجا تقول يا بت. ايه هو لسه شخصيه يا انا اسمي ريم احمد الشاذلي وعندي انت اسمك ريم؟ فعلا؟ انا اسمي ريم احمد الشاذلي. أيوة. عندي 12 سنه. انا اسمي ريم بس بقى يا مجرمه. عندك 12 سنه يا بنتي بس. وبحب الرسم قوي وبحب الرسم قوي بس. يلا يا ريم هتتضرب. يلا يا ريم يلا يا ريم. يلا يا ريم يلا يا ريم يلا يا ريم يلا يا ريم يلا يا ريم. هوب بسم الله. يلا يلا قولي. يلا يا ريم. هوايات ايه تاني عندك؟ هوايات ايه تاني؟ اكتر حاجه بتحبي تعمليها وانت فاضيه؟ الطبخ والرسم. انت بتعملي ايه يا رحيق؟ انت بتلعبي في المس بتاعتك ليه؟ بتعملي ايه؟ طرحه. طيب اتفضلي بقى نرجع لحضرتك تاني. اهلا بيك. قولي لي بقى انت هتعملي ايه وبتعملي ايه اصلا مع الاطفال بشكل عام؟ والله احنا يعني انا عندي في الاكاديميه يعني ماشيه بنهج معين. بحاول اخلي الولاد يطلعوا كل المواهب اللي جواهم. يعني ما يبقوش محددين يعني ما بحددش موهبتهم. انت كنت قلتي لي حضرتك ان انت عايزه تتكلمي في نقطه ازاي تعرف ابنك او بنتك يعني موهوب.
ايوه، وانت برضو قلتي تاملت دي، وقلت لك بلاش الكلمه دي عشان احنا عايزين الناس كلها تفهمنا. ازاي تعرف ابنك او بنتك موهوب وموهوب في موهوب في الرسم وبيحب الارت؟ دي صور الاطفال اللي عند حضرتك صح؟ تمام. تعرف ده بقى من يعني في كذا حاجه كده، لو يعني لو اخدت بالك منها الام تاخد بالها منها. لا انا مش ام، انا لسه ما جربتش احساس الام. قول يعني. يا رب اول ما اوصل المرحله دي هقول لك ان شاء الله. اول حاجه هتلاقي طفلك دايما بيعبر. انا ولا الام؟ انت عاوز ايه؟ مين اللي يلاقي؟ ما انا عايز اللي عنده عيال. اللي عنده عيال بس كده، الحمد لله احنا ذكر ماشي. اللي عنده ولاد يعرف ده منين؟ يعرف بس يعني لما حضرتك حد بيوجه لي كلام ببدا اتخيله وبطبقه يعني. تمام بس تمام. ليه؟ عشان هتلاقي ابن انا يتيم برضه يعني. اليتيم بيبقى عنده احاسيس حشاسه. طيب الاحاسيس بقى بما ان بتتكلم على الاحاسيس، كل حاجه بيعبر عنها بالرسم. بالرسم أوه. زعلان، فرحان، متضايق، طب انا ما عنديش كراسه رسم، انا كده مريض ولا ايه؟ ولا انا على فكره في لا ممكن يكون بيرسم حتى في كتاب المدرسه يعني. طول ما هو قاعد بيرسم. برافو عليك. بيبقى عنده بس انا برسم نجوم. نجوم يمكن عشان انا فنان ومشهور ونجم مصر. كل حاجه بترسمها عليها نجوم. علامه ليها حاجه. لا لازم نجوم كده، نجمه 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 يعني. مثلا ايه عايز اكتب نجمه، عايز اعمل مش عارف ايه، اروح اعمل نجمه. بس عايز ارسم عربيه في نجمه يعني، تحس ان القلم عندي ما بيعملش. لا انت عندك مشكله بقى. دي مشكله ابنك. قول يا ماما. بص النجمه كده اقترح اعمل. طبعا دول صور الاطفال اللي عند حضرتك صح؟ تمام. انا بدرس كمان جرافيك، مش بس رسمه يعني اللي هو الورق ورقي، لا كمان بندرس جرافيك. في ولاد عندهم 8 و10 سنين و بيطلعوا حاجات على الفوتوشوب هايله ان شاء الله. حلو. يعني اهم حاجه ان هو ما يبقاش عنده حدود في يعني ما بتحدش. لا طيب. يا اختي هي ليها داخله يعني. طب انا هعمل معاكي لقاء يا رحلي. انا هقول لك بقى، انت لما يعني بتبقي زعلانه بترسمي؟ فرحانه؟ او صح. طب حد اتخانق معاكي؟ محدش تخيل معاكي ما بترسميش؟ طب كويس برضه مش وحش. انت ليه قاعده كده كانك مثلا في عزا؟ الرسم بيأثر فيك؟ الرسم بقى انا موجوده وما تسعديش عليها، انت مش قاعده في بيت. بحبها. طب ماشي ما تحبيها ايه يعني؟ الحب ماشي بس يعني مش لدرجه اللي انت سانده عليها يعني. انا الولاد عندي بيشخبطوا يعني، انا بساعدهم يشخبطوا على فكره، من الشخبطه بيطلع احلى حاجه. طيب انت اتعاملتي مع ريم وتعاملتي مع تمام. رحيق تمام. كل واحد فيهم يميزه ايه؟ ريم دقيقة جدا. الله طباخة بقى. دقيقة بشعة يعني لدرجة ان كنت بتعب ان هي تكبر الحاجة. يعني عاوزة ترسم حاجة صغيرة جدا، هي بتحب الدقة، بتحب اي حاجة دقيقة. ستوب انهير اند بليز، ردي على هذا المعلومة. ليه انت دقيقة؟ ما بحبش ارسم على الحاجات الكبيرة قوي دي يعني، ممكن حاجة صغيرة على 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 القد يعني وكده. يعني مثلا مش عايزة حاجة كبيرة كده مثلا. طبق الفول. طبق الفول اللي هي صورتوله. مش موضوع؟ اتفضل. طبق الفول اللي هي صورتوله. بس يعني جايه راحت يا اختي مصوره لي طبق فول كده، وراحت حاطه لي فيه حته خيارايه يتيمه وحته طماطمايه، وبتقول لي اتفرج يا مخرج. اتفرج يعني طبق فول وفي حته خيارايه يتيمه وحته طماطمايه، تحس كمان ان هي كانت طماطمايه صغيره وهربت في سنه. دي اللي مقطعاها. دي اللي مقطعاها. انت اللي مقطعاها؟ هي كانت بترسم كده يعني؟ بترسم مين ده؟ مصورين طبق فول وبعتهولي يعني. بس هي اللي عامله فول وانا اللي مقطعها. طب اجتهد اهو. الله انت بقى هت. طب انا عشان اكون رسام. انا نجمه مصر الاولى، تعالى انا مش مغروره، وتعالى اخد لك صوره، ويلا نطلع فاصل. لا مش هنطلع فاصل. لا ايه ايه فاصل؟ احنا قاعدين اهو. لا فاصل. انا ممكن اللي انت زهقانه مني انا ممكن اقوم. لا 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 اقعد. قلبي قلبي قلبي. يلا قوم. طيب هل في حاجه ممكن هيعملوها دلوقتي او حاجه؟ هنقعد نشتغل دلوقتي. هو انا ليا وجهه نظر بس، ان احنا المفروض ان يعني ابنك يرسم. ابني ولا ابن الناس؟ حددي عشان الله يكرمك. اولادهم. اولادهم. انا مش متجوز ولا مرتبط. طيب اولاد الناس. اولاد يعني ولادك عامه في اي سنه؟ والله ما خلفت. جماعه ممكن اقول حاجه يا بركات؟ قولي يا اختي. بص يا جماعه السكتش فاضي. السكتش فاضي. طب انت ليه بتوريهم الفراغ؟ خلاص انت بتوريهم فراغ يعني خلاص. دي عشان كاميرتي. طيب ماشي.
انا شايف ان احنا ندخل في حاجات مهمه عشان الحلقه بتغرب مننا. اه بالظبط كده. المفروض ان انت يعني يعني دايما ترسم لايف الولاد في السن الصغير بيرسموا لايف، بيرسموا حاجات طبيعيه. لايف يعني نرسم الطبيعه، طبيعه حاجات طبيعيه خالص. الله اكبر عليا، زي ما ربنا خلقها، وتحول الحاجات الطبيعيه دي لحاجات كرتونيه. فالطفل يفهم او يربط الكرتون بالحاجات اللي ربنا خلقها. احنا هو جاب الكرتون بيتفرج عليه ومش فاهم، ما يعرفش الكرتون ده جه منين، فهو كده بيعمل بيعرف يطلع اللي هو بالانجلش كرييشن، بيعمل هو بيخترع. ايوه بيخترع من جوه يعني. بعد كده يقدر يعمل ستوري، ممكن يعمل قصه مصوره. احنا يعني بنعده ان هو يقدر بعد كده يعمل قصه مصوره كامله بنحكيها وهو يرسمها. طب هي راحت لي قطعت لك السكتشت دي؟ والله انا مش عارفه هي قطعت ليه. انت قطعتي ليه؟ عشان انت هنرسم هنا، هنرسم هنا، هنرسم هنا، مش محتاجين ده خالص. هنرسم، لا انا عايزه هنرسم مع بعض دلوقتي. عاوزه اقول لك ان احنا يعني سمينا الاكاديميه باليتا، لان على فكره ده شغل راحت وريم. خليني اطلع. طب وريه للكاميرا. ايوه طب وريه للكاميرا. دي انا ممكن اشيل بتاعتي واوريها لهم انا. وانت قاعده يا رحيم، وانت قاعده، وانت قاعده. بصوا يا جماعه كاميرتك اهي دلوقتي، كاميرتك اهي دلوقتي. فين الكاميرا؟ لا مش فين. اهي يا جماعه، اهي يا جماعه، انتوا بصوا دي بتاعتي اللي انا ماسكاها. اهي. اوكي. زي ما انتم شايفين ازاي هما بيستعملوا الاكريليك. ده اكريليك عربي. الله يكرمك. هو ماده اكريليك، هو اللون اسمه اكريليك، مش اللون نفسه. الالوان دي اكريليك. بيستخدموا الباليتا وبيعملوا الالوان ويضربوها في الباليتا ويبتدوا يشتغلوا الخلفيات ويستعملوا في السن ده. يعني مش مهمه قوي الدقه، لكن مهمه قوي ان هو يطلع الالوان صح. صح، يطلعها لايقه على بعض. لكن وكمان ازاي يعرف يمسك الفرشه، ازاي يقدر يشتغل من غير ما يبقى خايف. شكرا. لان انا المبدا عندنا مفيش حاجه بتبوظ، مش كده؟ رحيق بتعرف تمسك الفرشه؟ في حاجه بتبوظ عندنا؟ لا مفيش حاجه بتبوظ حتى وانت بترسم. رحيق بتعرف تمسك الفرشه دلوقتي؟ جدا جدا يعني رائعه طبعا. وريم موجوده هناك، مش مشكلة. مش مشكلة يعني، هتقومي تجيبيها. انا قطعت الدنيا رسمة عشان فنان ممكن ارسم. وانا لا يا فنانة خليكي، فمحدش يقول فنانين. انا اللي ايوه هو هيقوم. دي الفلبينية بتاعتي. رحيق هاتي ازازة المية والله عطشانة. انا مالي؟ هتطلعي ازازة مية في الحلقة؟ صح جدع، عشان ما يبقاش دعاية واعلان. والله احتجت. خليكي عطشانة. يلا يا رحيق احنا واقفين عليكي. يلا طب انت بتشيلها ليه؟ طيب احنا دايما نسيب ولادنا يشخبطوا، يعبروا عن اللي جواهم. ما نسيبهمش يعني. من ايه اصعب من طفل واجهك في في موضوع الرسم؟ ايه الطفل اللي قبل كده حسيت ان هو ايه انت ليه انت عايز ايه يعني مثلا؟ ممكن هل في يعني لو الطفل المتعب ما بيبقاش اصلا موهوب، فنان ما بيبقاش فنان. هو الطفل المتعب مش موهوب. يعني الطفل الطفل الموهوب ما بيبقاش متعب. ليه؟ لان هو عنده صبر، عاوز يخلص اللوحه، عاوز يعرف زي السلسول يعني، فاهم؟ عاوز عنده صبر يعني يخلص. ممكن طفل يروح ممكن انت تخرسي شويه. بص الاستيكه دي عامله زي ممكن تخرس شويه. دي استيكه فحم بس هو الولاد بيلعبوا بيها. يا ام سحلول انت، هاتي هاتي هاتي. ايه ده انت كمان بتقوم ام سحلول؟ طبعا. ايه ده مين علمكم ام سحلول؟ اللي انا من المجر المصري يا جماعه. في ايه؟ تمام. يا رحيق عايز اقول كلمتين مهمين لله مش ليا. مهمين لله مش ليا. اتكلم يا اخويا. قول يا اخويا. تمام. نسيت نسيت منك لله. نسيت. اسكتي خلاصي خلاصي. ما تبقاش ما تبقاش. هل في مثلا طفل رخم اسمه بركات وهو صغير مثلا كان بيمسك مثلا يقول لك بصي قبل انا برسم ايه وراح كده وراح مقطع قمر في نفسه كده؟ الرسم علاج. علاج. ممكن ممكن تستخدم في اطفال بتجيلي الاكتف او يعني النشاط عندهم عالي قوي، الام مش عارفه تسيطر عليهم. زي في الرسم؟ لا ممكن يبقى موهوب بس عبيط. لا مش عبيط، بيبقى الردود افعاله عنيفه. عبيط؟ لا ده مش عبط، ده عنف. عنف ممكن يكون من الام من الاب. ما عبيط احسن من عنيف. عنيف ده ممكن يطلع لا عبيط ده مش عارف يرسم. ليه؟ لا 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 مفيش عبيط. ليه؟ ايه اللي خلاها عبيط؟ ايوه عشان يا بركات كده زي وانا صغير. بصي يا ماما روح ايه ده بتستخدم الالوان بقى يعني إيه؟ ده بيستخدم الالوان وصابه. انا جاف وارسم على الحيطه اصلا ما بيفرقش معايا. طب يبقى محدش وجهك يا بركات. لا ازاي؟ ده انا كنت بطلع المركز الاول دايما. في ايه؟ في شخبطه على الحيطه؟ ما اعرفش بس كان عندي كده التملت دي اللي انت بتقولي عليها من وانا صغير
وكل الناس وقفت جنبي وحيوني. اول ما رسمت كان والدي وخلاني ارسم على الحيطان. الله اول حاجه يعني انا ما رسمتش على ورق اصلا. طيب. في الاول يعني انا بقول لك يعني انا يبقى انا كده من صغري الموهبه جوايا بس اللي حواليا مش مكتشفين. تمام. انا مكتشف. انت مكتشف. تعالى عندي هكتشفك يا بركات. انت عاوز حد يكتشف؟ انا معاك المايك. بتحس بايه وانت بترسم يا بركات؟ بحس ان انا جعان وعايز اتغدى. طب ده يعني ممكن ترسم اكل برضه؟ انت كده جعان دلوقتي. دلوقتي ايوه. نروح الكافيتيريا اسمها ايه بقى؟ كافيتيريا. الكافيتيريا عندك هناك. طيب ممكن نرسم اي تملك؟ يعني هنرسم انا وهم دلوقتي وهنشتغل مع بعض. طيب. انا بستخدم مواد سهله وبسيطه على ايد الاطفال لان لما بترسم بالفحم يمكن الله. والباستل الحاجه الله. بتبقى سهله. الله. وسيخ كفته كده يا ولا وانت؟ لا 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 فحم بجد. فحم نباتي. فحم نباتي يعني. ده ما بيولعش؟ لا يعني ما فيش كفته. فحم للرسم فسهل جدا جدا. طب بنطلع نتائج حلوه. ممكن يمو يرسموا ايه دلوقتي كان خلي الجمهور؟ احنا نرسم هنعمل اللي هو الدرس بتاع الشجره اللي هي الابسط حاجه اللي هو بدايات المناظر الطبيعيه. جميل. والشجره دي هنحولها لكرتون وهم بيختاروا ال طب نبدا عشان ممكن ما يبقاش عندنا وقت لكل الكلام. ليه بس؟ لا ان شاء الله هنبتدي وهنخلص على طول ان شاء الله. انا عاوز اقعد. انا مش عارفه اقعد هنا. انا عاوز اقعد هنا. فين؟ هنا على الترابيزه نفسها؟ لو قعدت هنا اصلا الناس مش هتشوف قفاكي اصلا. انا مش عارفه يبان في الكاميرا. اقعدي بقى. اقعدي عشان اقعدي. هيبان في الكاميرا ده؟ لو هيبان. مش عارفه اقعد. ليه؟ تعالي اقعدي مكان ريم. بدلي يا ريم معلش. بدلي معلش. معلش يا ريم انت كبيره. حبك وقلبي وباظ ولا معرفش. لا انت تبقي جنبي دي حاجه مميزه. يلا اتفضلي. تمام. يا ريت الكاميرا تيجي على الورقه يا ريت لو ينفع. طب احنا بس لا قبل ما نوري ده للكاميرا حددي لل هنقعد يعملوا ايه قبل ما نوري الناس. بس شيل ده. هاتي دول. هاتي دول. انا نسيت الشكل التاني. نعم. ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي. ابدا. في واحده بتقول لي يا فنانه هنا. الله العظيم شكرا. ها عايزه ايه؟ بركات. الترابيزه عايزه الترابيزه هيجيبوها. هنرسم يا ريت. استنى اطلع ده بقى. ابداوا انتوا بقى. تريح فيا. طلع ده انا غلبان. جيب ترابيزه. معلش ازازه الميه الصغنونه اللي هناك. ما فيش ميه. عايزه ميه منين؟ خلاص. انا هشوف لك ترابيزه عشان خاطر كريم. تعالي يا ريم. تعالي هنا مش مشكله. قرب. تمام. هجيب لك ترابيزه يا ريم. فين الشكل بتاعي؟ لا خلاص. خلاص انا هشتغل. فين الشكل يا ميس؟ هفتحه لك دلوقتي. القلم اللي كان معايا اخده. اهو. صح؟ تمام. انا هختار الشكل اللي انا كان معايا دلوقتي. كل واحد فيكم انا ممكن اختار شكل غيره. هناخد قلم. هاخد الشكل ده. اللي انا كنت مجمعاه. انا كنت رسمت. طبعا انا ماليش لازمه يعني في القعده. ولا لو عايز تيجي ترسم معانا ما عنديش مشكله. انا عايز اخد جيمس. اوكي. وانا عايزه اللي انا كنت برسمها يمس. هنعمل الاول. طيب انا شايف اللي انتوا تعملوه وانا هطلع انا على جنب اشوف. لا لا انا ممكن اعمل. لا ما انا كده هيبقى شكلي وحش. لا 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 ده انت تنور. لا لا تاخد ورقه ترسم معانا. لا لا انتوا تعملوا وانا حسبي الله ونعم الوكيل. خدي ده يرحيك. انا عايزه تخين. مش هتعرفي ترسم؟ هعرف ارسم عليه؟ لا ده تقيل قوي يا بنات. في الاول لما بنيجي نرسم القلم ده 6 بي احنا بنشتغل بيه وده اتش بي وما بتحتاجش اكتر من قلمين لما بتيجي تشتغل للسن الصغير. فين فين هاتي الاستيكه بتاعتي الفحم. مش عارفه رايت فين. اهي عملتها يا ميس. تمام. يلا رح هيك ابتدي معايا نعمل لاين ونشتغل مع بعض بسرعه. اوكي. اعمل كده. ايوه. تعالى يا فنانه هات لاين. ليه؟ ياسين. بيشتغل على الكاميرا يا جماعه. مهم قوي لما تيجي تتعامل مع الاطفال ان يلا ريم اعملي حرف الفي للتري الشجره. ميس صح؟ تمام. اعملي اللاين التاني بسرعة. لا هنعملها من هنا صغيرة وتنزل على كده. من اول هنا. ايوه برافو يا رحيق. تمام هنعمل حرف السبعة. السبعة.
7. وبسرعة. يلا عاوزة بسرعة جدا. هنعمل اليو واس كده بسرعة. عملت تمام. حلو قوي. برافو عليك. حلو قوي. ريم رسمت اول لاين بسرعة جدا. خدتش وقت. و هو لسه عشان ابيض واسود مش باين صح؟ مش باين طبعا لسه. وهنا اهي عايز بس تعمل قصه ودي راحت. هنبتدي نشتغل. ماشي تمام. انا هشتغل في بتاعتي. ماشي انت تشتغلي في بتاعتي. بس انا هعمل ال انا اللي كان يعمل دي. ما انا عارف. هنستعمل نوعين من ال من ال من الباستل. هنشتغل بالباستل. باستل بتعمل بتبقى عامله زي الطباشير. هي ليه بنستخدم الباستل ده؟ عشان زمان واحنا صغيرين كنا الطباشير ده اكتر حاجه ممتعه بنشخبط بيها على السبوره مش كده؟ انتوا ما حضرتوش. انتوا احنا في اوقاتنا انا حضرت كمان. فنوع الالوان دي بيبقى سهل قوي على الاولاد. يلا لا سيبي خلاص 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 ده كفايه قوي. تمام. هنشتغل هنعمل هات الباستل هات الفحم. حاضر. انا ممكن اختار لون. لا اهو هنعمل اللايت الاول. اعملي انا رايح. لا انا عايزه لون 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 عشان خاطر ثواني ثواني نروح الفحم. حضرتك حطيتي عشان انا اخدت دي كام؟ يلا مادة الفحم او صوابع الفحم زي ما بنقول اهي. الصباع بيبقى صباع فحم. فحم صغير. نيس نحيل. انا خدت اللون ده. لا مش محتاجين ازرق. هنعمل اصفر وبني بس. فين ده؟ ايوه ده اللايت. بندرس. لا في ناحيه واحده. انت قلت لي اعملي دي بقى. هنعمل هنا كده اهو. وانا زي ايوه بندرس الاضاءه. انا مش فحم. اي حبيبتي نفس الحكايه. انت هتعملي هنا اللايت هتعملي النور. انا عايزه فحم برده. لا اعملي انت مش احنا تختارنا. انت اخترتي باستل. انت اخترتي باستل. الاثنين خليها الاثنين. ماشي لما تخلص. اوكي طب ماشي. مش عارفه لون غير فحم. لا تعملي هذا فحم بقى. حاضر المره الجايه. حاضر انت هتقولي المره الجايه يا ميس ريم. نعم. الفحم بيساعد على الشخبطه. وانت صحيح بتشخبط بس بتدرس ظل ونور. النور مهم جدا. نعرف في السن ده مش مهم خالص التفاصيل قد ما مهم ان احنا نعرف الظل والنور ازاي. وسيب سيب ابنك او بنتك يشخبط براحته. ريم بصي عليا. هنعمل الاول كده اهو. تبقى منوره. تمام يلا بسرعه. حلو قوي. يلا لسه بنستخدم حاجه بسيطه قوي اللي هي الخله بتاعت الودان دي. نبتدي نسيح بيها من الجنب. ماشي ماشي. يلا بتطلع نتائج هايله وبسرعه. البني الناحيه الثانيه. ليه بعملنا البني الناحيه دي والاصفر الناحيه دي يا رحيم؟ ليه هنا اصفر وهنا بني؟ ما اعرفش. ما تعرفيش؟ ال- 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 الشمس بتيجي منين؟ من البني والقصر. يعني انا ليه عملت هنا اصفر وعملت هنا بني؟ عشان فين؟ الشمس. عشان الشمس. الشمس جايه من فين؟ من انهي ناحيه؟ من الصفر. من الاصفر. برافو عليك. طيب وبرافو نفس الحكايه يا ريم. انت ليه عملتي هنا غامق وهنا فاتح؟ عشان عايزين حته بتبقى فيها مدليه فيها نور وفيها حته فيها قصدي فيها ظل. فيها ظل. بالظبط كده. بالظبط كده زي الليل كده. ميلي اكتر عشان انتي بتعتكتكين اكتر. ميلي اكتر. شخبطي اكتر. شخبطي اكتر. شخبطي من هنا اكتر. ماشي البني. تمام. سيحيه. سيحيه بسرعة. بصي 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 بص. بسرعة جدا. خيلة. عايزين خيلة واحنا كمان يمسي. بعد فترة قليلة جدا هتلاقي ابنك او بنتك. ميس ممكن خيلة كمان. طبعا. بدا يحب حاجه معينه. يعني بيحب يرسم طبيعه اكتر. بيحب يرسم كرتون اكتر. اللي بيحب يرسم كرتون كده هو انت عديته انه يبقى مهندس جرافيك. ممكن يخش بعد كده يشتغل. يعني يخش القسم بتاع الجرافيك يشتغل بقى على الفوتوشوب ويشتغل افتر افكت برامج
ويعمل الكرتون اللي بتتفرجي عليه في التلفزيون صح؟ مش بتتفرجي على كرتون في التلفزيون؟ انا بعمل عملت قبل كده بيتزا تمام كرتون برضو سيحيها 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 خلصت يا ميس تمام تمام رحيق بصي نعمل جرين كده اوكي من الجنب من الجنب انت ليه بتعملي كده 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 اسهل يلا اعملي جرين اوكي ثانية واحدة حلو قوي اعملي كده يا بنتي ها عملتوا ايه؟ احنا عملنا انت كنت واقف على الكاميرا ما بتفرج عليكم معانا مداخلة؟ طيب معانا مداخلة استاذ محمد بركات مساء الخير ازيك حضرتك استاذ محمد بركات ازيك يا فنان مساء الخير الو ايوه رحيق عاملة ايه؟ ايه يا بركوت ازيك يا فنان عامله ايه؟ ما تيجي النهارده بيت اه ايه يا حبيبي عامله ايه اخبارك تعالى البيت بسرعه ايه عاملين مانجا ولا ايه؟ ازيك يا فنان ازيك يا كوت عامله ايه يا استاذه ازيك يا كريم الحمد لله نوريت استاذ طاقات اكبر اهلا وسهلا لا انا قلت انا مت ولا حاجه يمكن مش شايفني في الكادر ولا بتاع لا 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 عيب يا ريس عامل ايه؟ الحمد لله تمام اخبارك ايه؟ الحمد لله متابع حلقه الرسم؟ لا انا والله بره بس عارف ان ميعاد الحلقه دلوقتي هنيجوا يعني على حلقه الله يبارك لك الله يبارك لك على المجامله الرقيقه والكولبومور الرقيق ده ربنا يخليك يا استاذ بركات شرفتنا ها ايوه يا استاذ ما تيجي النهارده الفيلا حاضر يا استاذ ركزي في الحلقه والنبي ولا ركزي في الحلقه افضل ركزي بقى شكرا يا استاذ محمد يا بركات يا منورنا شكرا خط قطع لا مش خط قطع هو قفل في وشنا السكه نعم ها وصلنا لايه؟ انا شايف ان رحيق انطلقت انطلقت يا رحيق ابتدي اعمل جرين بسرعه عشان نخلص لا ما تعمليش حاجه ما تغششهاش يا استاذ ما انا بغششها اهو عشان هي بطيئه صح؟ ها فاضل لنا وقت ونخلص يعني عايز احس ان في ابداع حصل يلا خلصتوا خلصت جدا خلصت خلصت يا ميز ميز الحقي خلصي ممكن نعمل كده بس استني بس لما تخلصي الشكل النهائي خليها سيحيها طيب دي ما سيحتيهاش انا ماشي انت بس سؤال يا مس ممكن خلى كمان الرسم ممكن يوصل الاطفال ليه طب ما نسيبها نشتغل الاول بعد كده اقول قصدك يشتغلوا ايه ولا يوصلهم لايه يوصلهم يعني؟ ايه بمعنى ما تحمل هذه الكلمه الملونه يعني ممكن يبقى ايه يوصل لايه ايه اللي الناس ما تعرفوش الرسم داخل في كل حاجه تصميم ماشي ازاي تعمل تصميم لاي حاجه جميل. اي حاجه تيجي في دماغك ممكن تعيق اعلان من الاعلانات اللي المطبوعات ان انت ترسم كرتون ازاي ترسم قصص مصوره يعني ولا مش عارف الكلام ده والقصص المصوره اللي الناس اللي هي ممكن مثلا ترسم الدائري وانت ماشي ايه لا طب يعني انت المهندسين المهندس معماري ايه المشكله صح يعني يعني عماره أيوة انت لو انت مش دارس منظور يعني انا بدرس يعني منظور ما درستش منظور الرسم عندي في الاكاديميه بدرسه منظور لازم يعرف يعني ايه منظور ازاي يشتغل يعني بالمنظور بقى منظور بقى. ازاي العين بتشوف الحاجه بشكل ازاي العين بتشوف الحاجه يعني الانسان بيشوف الحاجه بعينه لان العين ما بتشوف بعيني اصلا استنى بس الحاجه يعني العين ما بتشوفش بالطريقه الطبيعيه بتشوف عين الابعاد مختلفه عين, عين منظوريه بالظبط كده بالظبط كده او عين منظوري رفاعي لا 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 الحاجه القريبه بتبقى الوانها قويه الحاجه البعيده الوانها بتبقى خفيفه طيب يعني من الاخر الـ 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 الرسم ممكن يوصل للاطفال المستقبل كويس جدا في الاخر يعني. جدا يعني انا مهتمه جدا بالموضوع ده هل مفيش اهتمام في مصر بموضوع الرسم للاطفال عشان كده بالنسبه للكبار يعني مش فاهم هفهمك انا عندي يعني اكتشفت انت خلاص يا ريم خلاص خلاص هي ما خلصتش خالص بس ماشي خلي بالكوا عشان رحيق دايسه جامد يعني هتعلم على الكل دلوقتي لا بالقلم بقى الفحم وابتدي ايه يعني مثلا ليه بنحس في بعض الاهالي ان هو ده رسام عادي يعني مش كده
رسام ويعملوا ايديهم كده. ايوه هل ما يعرفوش قيمه الرسم ولا دول ما درسوش في الخارج؟ لا هم يعني هنا في مصر شويه حتى في المدارس ما بيهتموش بالرسم. نوتي بصي بصي يا مس، فين بقى الرسم والاخلاق واخلاق الرسامين؟ من هنا. فين اخلاق الرسامين؟ هنا. يا رحيق ما تكسفنيش. طيب انا ايه ده ايه ده؟ بص يا جماعه اخلاق الرسامين، هات يا استاذ الكاميرا بتعلم عليك كده يا بركات. هات يا استاذ الكاميرا، شايف دي اخلاق الرسامين بيرسموا على ايدينا. تمام. هي دي بقى، هي دي الرسامين اللي هيطلعوا وشوف ضحكتها. اهم حاجه توسخي ايديك في الفرن. وريني ايديك توسخي، اهم حاجه بدل ما وسخت ايديك انت فنيه. الله. مش نهايه الرسم بيوصل لكل حاجه، يعني اي حاجه في، يعني مفيش شركه ما فيهاش مصمم صفحه ويب مثلا انترنت. ما ينفعش يا رحيم. محتاج المصمم في كل حاجه. ايه اللي ناقص عشان الطفل يبقى رسام رخم؟ رسام كويس. بصوا يا جماعه الفخمه تحترم موهبته. بصي احنا مش هنتكلم عشان هي رحيق، لو ما اتكلمتش يا جماعه الفخمه انا هلون بيها دلوقتي. تحترم موهبته وما تتريقش عليه مهما عمل، مهما شخبط. كل شخبطه لطفل بتؤدي لحاجه. كل شخبطه، الله، الجمله دي رائعه. كل شخبطه لطفل بتوصل لحاجه. طب بالنسبه لشخبطه رحيق وصلتنا لايه باذن الله كده عشان عارفين؟ انا عاوز اقول لك ان انت لما يعني انا عندي قسم عام وعندي ثلاث اقسام، جرافيك وزيت وبورتري. ما شاء الله. يعني في العام بديهم كل حاجه، زي ما بقول لك يرسموا طبيعي، يحولوا كرتون ويشتغلوا لوح ويقعدوا كده فتره ويعملوا البورتريه زي يرسم وش. خالص خالص. ومفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه ايه؟ اسمع، مفيش ايه؟ مفيش حاجه صعبه فيها. ومفيش حاجه بتبوظ، صح؟ مفيش حاجه بتبوظ. يعني مفيش حاجه اسمها ابنك يبوظ الرسم تقول ايه ده؟ إيه؟ يعني اول ما تقول له ايه ده بيتخض فما يبقى خايف يكمل الرسمه. طب اسالك سؤال فني مفيش حد ساله في المنطقه الحره اللي هي البدرشين. الناس اللي هي بتعمل رسم وتلاقيه شخبطه ملهاش اي 60 معنى، وتلاقي الفنان واقف جنب اليافطه بكل ثقه وبكل ذوق ويقول لك هذه عندما كانت تتوحم على المانجا فظهرت هذه اللوحه، ده بقى حقيقي ولا هي دي بقى الشخبطه اللي في الاخر بنقول يعني نشخبط ونعمل اسم محترم ليه معنى خطير ونعرضه للناس ونقول ده ليه معنى؟ يا راهي خلينا نطلع الباستل، بس نوري الباستل. هو ما بيبقاش شخبطه. زي الفل يا سيدي. ما بيبقاش شخبطه. لكن هي بيبقى ليها فعلا، يعني هي لوحه بتوصل معنى. استني بس يا استاذه، ايه يعني مالهم الناس بتاع البدرشين يعني؟ هو في حد قال لك حاجه؟ استني يا ميس بعملها. ايه هتوريهم للناس؟ عيب عليك، ده مرات ابويا هناك يا رب، يعني ربنا ينصر البلد دي. وايه يعني؟ نعم. بصوا خليه يقرب. طيب السؤال يعني الشخبطه من الاخر فعلا ليها معنى؟ طبعا. بصي شخبطه ليها معنى. اقعدي بقى رحيق بقى جننتيني. الله، طلعت اهم حاجه، طلعوا رحيق يا جماعه. بص رحيق تزعل. لا 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 فعلا رحيق بتزعل. هاتيها تاني رحيق، هاتيها تاني، وريها للناس، وريها للناس. لا والله يا جماعه بجد البنت دي طلعت فعلا. الله الله، طلعت فعلا، طلعت فعلا فعلا كمان، مش فعلا بس. الله تمام جدع يا بنت رحيق كده، ليكي حق بقى تقطعي. بس عشان نعملها كرتون هنبتدي نشتغل نفس الشجره ونحولها لكرتون زي ما انتم شايفين كده. بيختاروا اي حاجه من ده. بس بنسيب الطفل يختار. يعني الحاجات دي ممكن موجوده على النت وموجوده كتير جدا، يعني ام او الاب ممكن يطلعوها. طب خلي بالك ممكن تكون الاضاءه ضاربه عشان في اطلعها في بتاع فمش باين. اطلعها ثواني بس، ثواني نشوف دي بتاعتي. طيب. تمام. كل حاجه من دي تبين يعني حد زعلان، فرحان، متضايق، بعد كده يحول الحاجات دي ل بالظبط. طيب اخر حاجه تقوليها لاهالي الاطفال عشان هنختم، عشان امي عامله مسقعه. لسه احنا ما عملناش حاجه ثانيه. عايزه الحق المسقعه اللي امي عاملاها. معلش سيبك من المسقعه. ان شاء الله الحلقه الجايه لسه يا بركات لسه هنرسم تاني. يعني احنا المفروض نحول الشجره الكرتون زي كده بالظبط، والطفل هو اللي يختار. سيبه يختار الشخصيه شريره، الشخصيه زعلانه، واحكي له قصه في الاخر. احكي له قصه بالشخصيات اللي هو اختارها وخليه يرسمها. تمام. هو انت كده نميت عنده ازاي يعمل
يفكر ازاي يعمل حاجه. احنا طبعا مبسوطين من كلامك ده، ويا رب الاهالي تطبقوا. لا هيطبقوا هيطبقوا. واحنا ان شاء الله يعني بجد عندنا اطفال شاطره، وتشرفنا بيكي جدا. الله يخليك. ويا رب يا رب كده راح ايه ده راح يتعمل كرتون اهي. يلا او ايه ده احنا عادي. والنبي بقى اختم لنا على الرسمه الملعونه دي الجميله دي. سوري. وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه. وان شاء الله نشوفكم الحلقه.